بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى السابعة للاحتلال السعودي الإماراتي للبحرين لا بد من طرح بعض الحقائق. الأولى أن هذا الاحتلال فشل فشلا ذريعا برغم ما يتظاهر به من انتصارات، فالشعب صامد والثورة متواصلة والاحتجاجات لم تتوقف يوما واحدا منذ 14 من مارس من العام 2011 عندما اجتاحت القوات السعودية والإماراتية أراضي البحرين ظلما وعدوانا. الحقيقة الأخرى أن الثورة لن تتوقف حتى تسقط هذا النظام الخائن الذي جاء بالاحتلال وتخلى عن السيادة لصالح القوات الأجنبية. المسألة الحقيقة الثالثة أن السعودية تشجعت وكذلك الإمارات تشجعتا باحتلالهما البحرين ومارستا المزيد من الإجرام بحق الدول العربية الأخرى، فتدخلتا في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا، ثم شنتا حربهما الغاشمة على اليمن. ولذلك مطلوب من قوى الثورة العربية أن تتصدى لهذا التجمع والتحالف الشرير السعودي الإماراتي. المسألة الرابعة أن السعودية أظهرت الآن ضعفا واضحا، فبرغم ما لديها من أسلحة مكدسة جاء حاكمها إلى بريطانيا في الأيام الأخيرة ليستجي البريطانيين ويشتري منهم المزيد من الأسلحة، وقد وقع صفقات تقدر بما يقرب من 90 مليار دولار. والسبب أنه يفتقر شرعية الوجود السياسي في المملكة في الجزيرة العربية، وكذلك لم يستطع أن يحسم الحرب على اليمن، وكما أن عدوانه على البحرين قد فشل. وكنا نتمنى أن لا توافق الحكومة البريطانية على هذه الصفقات وأن تتوقف عن تزويده بطائرات تيفون التي لن تساهم إلا في المزيد من القتل والدمار في اليمن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود شعوبنا العربية جميعا، خصوصا شعبنا البحريني وشعبنا اليمني والشعوب الأخرى، في التصدي للعدوان وإنهاء هذه الهيمنة الشريرة التي تمارسها السعودية والإمارات على عالمنا العربي.